Öyle mi? Ahlak şofu zıfai. Yok yok, orada yaptığınız bir şey var mı? Halaka mahal mal. Abu Zehab hemene. هاي ألبسة هنا. هاي عندها شغلات مع رياضة. شوفها عشان برا. شوفوا أصدقائي، ها هنا عندهم هنا يعلقون الخضرة، يلبسوها ويعلقوها، يستعملوها مثل كدولمة. مع دولمة هاي مثلا طرشيات زيتون. ها هاي عندهم هذاك، شوفوه هذا، هذا شردان يلبسوه ويعلقوه، وبعدين هم يستقدرون يستعملوه، يخلوه بمي حار ويحشوه يعني. ها هنا سوق السمك والخضرة. طبعا ريحة مال سمك يعني طبت خشمي. ها هنا دجاج وبيض مثل ما نشوفها. ها هنا عفوا تكرمون بروتينات وبروتينات من جوا. ها هنا يبيعون مثل لفات مال قاص، مال قاص هنا مشهورين بأكل يسموه تنتوني. ها أشوفكم هنا، راح أرجع أشوفكم صابون الغار وصابون الحلل هذاك. هاي ليف هنا، هنا ليف كبيرة. هاي هنا جرازات، طبعا هاي جرازات خاصة من تمشون وريحتها اذا تتحمص تخضل. طبعا هاي الجزرية. هاي دخلت محل هنا اخذت اذن هون، طبعا حمص ملبس يعني حلو. وهنا هاي الجزرية هنا. خليني اشوفكم الباقي. ها طبعا شغلاتهم كلها طيبة بصراحة، كل شيء عندهم. هاي كلها أسعار مكتوبة هنا. من يحب الحبة الخضراء؟ طيب بس كسر الأسنان صراحة. هاي الزبيب بأنواعه، عندكم هذا الفاتح، تقدرون تتذوقون. هاي العسل، هاي جيت أصوركم هنا. هذا تين مجفف طيب. هذا مسمى شو اسمه، كيسي من واع. شمن ne kadar? Tüm çemen. Ha, bu şekeri gelir.
Bunu cezvede kaynatmış. Evet, cezvede kaynatmış. Bir de şu şeker doğru. Önce gittim orada. Bu şekerler zararsız. Görmüyor musun? Kırık şeker diyorlar. طيب هاي حبيت اصوركم اياها، هو عسل بها مكسرات، هاي اللي يريد يزيد وزن يعني بها سعرات حراريه. نفس المحل بس القسم الثاني، هو قسم الزيوت، هذا الخروب المستخلص مكتوب. هواي اكو زيوت صراحة ما اعرف شنو. الزعتر، هاي أعشاب مثل شلون مثل ما أخواتنا السوريين يقولون الزهورات. هنا قهوة، هنا عندهم القهوة العثمانية كلش طيبة، يسووها من الحليب والنستلة والبطن، هم طيبة مو مثل القهوة اللي متعلمين عليها القوية، لا طعمها خفيف. هاي قسم البهارات، هواي بهارات مثلا الفلفل الحار والفلفل الحلو. هاي الزيوت اكو هنا، اكو انواع زيوت. شوفوا هاي القسم الثاني من الزيوت. 750 lira kilosu. Göstersene, az bir şey yapacağım zaten. Ödekim de. Hadi tavsiye. Hadi smak sahih. Ha, habet soda. Habet soda kılış مفيدة. Hasan, hasta احنا بزمن الكورونا والفيروسات. ويا العسل كلش زينة، زينة للمناعة. هاي دارسين، هاي دارسين هنا كنافة. هاي انواع الشايات، هاي الزيوت اللي قلت لكم عليها هنا، زيت القرنفل وزيت دهن السمك وزيت الزيتون، افوكادو، نعناع، لوز، كل شيء. هاي كلها اكو، كلها زينة من الشعر، استعملوها للبشرة. معجون مال الاكل مال الطماطم عندهم هنا طيب، مره اشترينا من البزار كلش طيب طعمه محبوبه. مثل ما تشوفون هذا الشاي الاخضر، هذا يسموه كركديه، هذا البيبون هنا يسموه باباتيا، هذا باباتيا. هاي الاعشاب انواعها هواي اعشاب. هاي الزيوت همينة يعني زيوت مال الشعر، حنة ما حنة كله موجود هنا. أعشاب زيت زفون،
شوف هالبامي مال الايام قبل، هاي النعمه كلش، هاي شويه اخشن. هذا باذنجان مجفف، فلفل حار، شوف هاي الجنط اصدقائي، جنط كبار صغار اكو. هاي اللي قدام شارع السيارة همينه، هنا شوية بالسواقة لازم الواحد ينتبه، لأن مو مثل دول الخارج ما ينطون مجال للسياقة. هاي الجوز، هاي الكرزات مالتهم طيبة الصراحة. هاي عنا كم مثل ما قلت لكم قبل شوي، هاي محمصة واحد يمشي وريحة الكرزات كلش طيبة. الله هسه جت ريحة خشن. هاي احلى يا رجالي، هاي كذا هنا هم احلى يا حلوة. هنا كل شيء اكو مثل ما قلت لكم، بس ما نقدر ندخل محل محل، ومثل ما قلت لكم كلش كبير هذا السوق، فيعني يا محل دا ندخل دا نستأذن منهم لان في قسم ما يقبلون. بدي اصور لكم هذاك محل مال البسه رجالي، هاي السياره المشتاق للعراق، من العراق، من دهوك، هلا بريحه هلي. طبعا هناك كل ما نشوف سياره عراقيه صراحه نفرح اذا كانت من دهوك اربيل كله. هاي البسه رجالي كل شيء عندهم. اي فمثل ما قلت لكم من نشوف هنا هواية سيارات من العراق يجون، من اربيل، دهوك، سليمانية، كلش نفرح. هذا محل هم يعني يبيع مستلزمات يعني مال البنات، مثلا مكياجات، ما مكياجات، شغلات مال البشرة. وعندهم محل هنا همينه اسمه جراتس، ان شاء الله في اليوم هذاك يعني حلقة اسوي عليه وتشوفوا وتاخذون فكرة. هنا حلويات اكلهم هنا. حلاوة. هذا رجالي هنا همينه شوفوا. جاكيت حلوة زيتوني. هاي الجزرية هواية مشهورة هنا، حبوها. هاي حلقة.
هذا هنا الفرع كل ماركات بس تعرفون يعني تقليد بس كلها جايبيها مضبوطة. هنا هذا التتن مال الجغاير. هاي قناطير هنا رجالي قناص ال شو اسمه هذا الماركت كولومبيا. هاي مثل بجايم او تاكسون رجالي حلوة هم هنا. ها شوفوا هنا هم هنا حلوة. بلوزات شتوي يعني ردم مو صيفي حلوة كلها حلوة الصراحة. هاي البلوزات الثخينة مثلا واحد يلبسها بالبيت او رياضة طالعة خفيفة. هنا بوتينات هنا الحمد لله ما نلاقي صعوبة بالحكي لأن اكو اخواتنا السوريين موجودين بكثرة هنا فواحد ما يلاقي صعوبة. هنا دخلت ريحة الدخان مال الجيجار كلش تضايقني فما راح هنا الجنوط. الجنوط الماركات هاي كلها مثل شلون اقول لكم خلينا نقول مثل سوق الحميدية او شي حلو. شوفوا هنا فرع همنا نشوفكم هنا ها اكو نسائي ورجالي. ها طعم هذا حلو. صار ندخل بهذا الفرع شفت لكم اياه. جاكيتات حتى مع الاطفال عندهم حلوين. الاسود حلو هذا. البرزاتشي. سمعت صراحة ايش قد سعرها. هذا بجانب البيت يعني بيدي خلق ولا ملوات الا تريد شوف ولا ما
هاي جت هنا يبيع شربت، تذكرون بغداد جديدة جبارة أبو شربت وغيره، كل فواكه طبيعية عندهم الرمان. هذا الرمان عندكم حلو، هنا الصوابين. بأنواعها مرة اشتريت صابون مال بطن همينة حلو ريحته خفيفة. هاي عندكم شو يسموه مانتي اتوقع، وخلوه بلمن يكون همينة طيب. عندكم هاي المحمصة ريحة كلش طيبة، عندكم الحلقوم همينة طيب كله. ها السجق طبعا صار لي ساعة ونص دا اصور لكم اصدقائي، بس مثل ما قلت لكم السوق هذا ما يخلص صراحة، كلش كبير وحلو بنفس الوقت. يعني واحد ينزل له هيجي الظهريات 12 11 12 يقضي له كم ساعة ويرجع للبيت. حلوة هسه هناك عندكم تشوفون الفساتين مال الأعراس وغيرها. هسه هنا مثل ما شوفت لكم اكو محل مال الفساتين هذا مال الاعراس، وغير اكو محل مال حي السلطان فساتين كلش حلوه، وين ما تروح تركيا موجوده. يعني هسه اذا هاي اشوفكم اياها ان شاء الله. هاي هنا مثل ما تشوفون هذاك الرجال يبيع السميد
احنا جماعتنا العراقيين نقولون صميط، هو سميت. طيب أمانة خاصة من يكون حار كلش طيب. هلا شوفكم شو عندهم. مالا كثير عندكم بيتزا صغيرة طيبة. صراحة المحل الرجالي هم أنا. Pavuk şeker. العراقيين وين ما نروح ندور على قواري على قولة لولو. شغلات بلاستيكات من النايلون. وطبعا بنات يعني سوري ما صورت لكم محل مال الألبسة لأن هنا بصراحة مو هالقد حلوات، ثانيا مو كل المحلات إذا تقبل إنه أصور داخل المحل. ومن نرجع لصنبور إن شاء الله أصور لكم شنو اللي عندهم أحلى منه وأرخص، حتى لو ماركات تقليد بس أحلى. إن شاء الله تعجبكم هاي الحلقة، ولهنا أقول لكم مع السلامة، باي باي.